سائل يقول: ما دليل المنع على من الإيجارة المنتهية بالتمليك؟ لأنها ليست بيعاً، البيع لازم يكون جازم، ما هو معلق، لازم يكون جازم ويكون في الحال، إيجاب وقبول في الحال، ولا يكون إن جاء فلان فأنا بعتك هذه الدار. تعليق البيع على شيء مستقبل غير إن شاء الله هذا لا ينعقد به البيع، لازم يكون منجز. نعم.